فضيلة الشيخ، وردنا هذا السؤال. يقول الأخ فيه: نحن من عادتنا أن نصوم أول يوم من رجب نظرا لبركة هذا الشهر، هل ورد في صيام أول من رجب شيء؟ لا شيء، ولا يخص رجب بصيام، لا أوله ولا وسطه ولا أي أيام منه، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخصيص رجب بعبادة من العبادات، لم يثبت دليل. نعم.